الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تعلن بميدان الساد الشوط الخامس الخاص للأبكار. نسير مع اللي قادة المسيرة همجاد محمد بسهيل بالحطم العامري، تليها المركز الثاني الريف سعيد بن صالح بن محمد الحبسي، نقلة إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الشاهينية محمد بن سالم بن عوي الشامسي تنطلق إلى المركز الثالث. إذا وصلنا المركز الرابع نجد في المركز الرابع قصايد سالم بن عامر العامري يأتي بقصايد المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات رقم 26 تتقدم مشاهدي الكرام جمرة حق حمد بن ذياب بخلفان اللي يأتي على المركز الخامس. وفي المركز السادس ولاية سعيد بن حمد الجنيبي، من ياتي بولاية على المركز السادس. خلف الستة سامي لكن طالب الجابري يعطيكم لقطة للأسماء الحاضرة في هذا الشوط، وابو عمران يعود ويتابع الريف اللي تتصدر القيادة لسعيد بن صالح بن محمد الحبسي من يقدم الريف إلى صدارة هذا الشوط. تليها المركز الثاني، تتقدم قصايد سالم بن عامر العامري يأتي بقصايد نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث همجاد محمد بن سهيل بالحطم العامري، وفي المركز الرابع يصل بالرصاص يصل راعي مودة من الجانب الآخر رصاص بن سالم بالرصاص العامري، وشعار الدكتور يتقدم على ظهر أيضا منصورة الدكتور سعيد بن محمد بالشرقية العامري تصل وتأخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. من اللي واصل من الجانب الآخر يلي قادمة مشاهدين الكرام تتقدم في هذه اللحظات العاصمة سالم بن محمد بن شفيان العامري. هكذا الندى، هكذا المسار، هكذا التحدي، هكذا رقص الحجايج عند منتصف المدى. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى الصدارة. العاصمة سالم بن محمد بن شفيان العامري تتصدر القيادة، وبجوار العاصمة الاتحادية رصاص بن سالم بالرصاص العامري قدم الاتحادية المركز الثالث قصايد سالم بن عامر العامري. هو من يأتي بقصايد منصورة مع الدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري الريف مع محمد صالح أو سعيد بن صالح الحبسي من الجانب آخر. تصل في هذه اللحظات قطنة عوض بن مهدي الأحبابي، لكن إلى المقدمة نعود، إلى الصدارة نعود، إلى مقدمة هذا الشوط. ونتابع بن شفيان، نتابع بن شفيان يتقدم إلى الصدارة. بن شفيان هو المسيطر، السيطرة التامة سالم بن محمد بن شفيان العامري مسيطرا إلى مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات. المركز الثاني تتقدم الاتحادية رصاص بن سالم بالرصاص، لكن شوف من اللي جاي، شوف من اللي جاي، شوف قصايد سالم عامر منصورة الدكتور سعيد بن محمد بالشرقية العامري، لكن إلى المقدمة قصايد طارت، قصايد انطلقت، قصايد سالم بن عامر العامري بسم الله ويا ذكر الله. قصايد الله يا سالم عامر ما شاء الله أطلق قصايد، سيطر بقصايد هذه السلالة المرموقة. سالم بن عامر العامري هو الحضور المميز، في هذا الشوط. الله 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 الله، طارت قصايد بهذا الشكل المميز، بهذا الناموس، بهذا الشوط الخامس. التهاني والناموس لسالم بن عامر العامري، نهني على فوز قصايد بالمركز الأول وبانفراد واضحا كل الوضوح. تهانينا لسالم بن عامر العامري ما شاء الله.
بهذا الشكل بهذا العرض الممتع للجمهور. تهانينا لسالم بن عامر العامري، نهني على فوز قصايد بالمركز الأول، تصل لخط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني مع بن طبازة، الثالثة مع بشفيان، الرابعة لغاصب محمد العفاري، والخامسة لصالح محمد الحبسي، السادسة لمسلم بن حمد بن متعب. التوقيت مشاهدينا الكرام 44 ثانية. تهانينا والناموس لمالك قصايد سالم بن عامر العامري، نهني على هذا الفوز.